كرة التسديد والهدف الأول. مباغتة قوية من أندري دودا، أخيرا يجد طريق الشبك. هذه الإعادة أندري دودا رغم التقدم من ماريك ستوتشي ينجح في التسديد، أرضية قوية. تمريرة كانت من يان غريغوس، شاهد تمركز ووضعية أندري دودا بأرضية تضرب في أرضية الملعب قبل أن تصل كرة. التسديد والهدف الأول. مباغتة قوية من أندري دودا، أخيرا يجد طريق الشبك. هذه الإعادة أندري دودا رغم التقدم من ماريك ستوتشي ينجح في التسديد، أرضية قوية. تمريرة كانت من يان غريغوس، شاهد تمركز ووضعية أندري دودا بأرضية تضرب في أرضية الملعب قبل أن تصل